وقف التاريخ شاهد على مجدهم، وكتب لنا الحاضر حكاية صبرهم، وقدروا يصونوا أرضهم، والتمن كان دمهم. وفي ذكرى يوم الشهيد واللي بتوافق يوم استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض وسط جنوده على الجبهة، واللي كان قدوة لكل شهداء الوطن، جيل ورا جيل حنفضل حافظين أساميهم وفاكرين صورهم. هم دول أهل البطولة والفدا، سيرة تتحدى الزمن لرموز خالدة. دخل ساقة 3 9 قتال، فمرة بيقول لي يا ماما أنت عارفة يعني إيه 3 9 قتال؟ قلت له لا قولي. فبيقول لي يا ماما يعني قتال اشتباك عن قرب باليد. قلت له بص، ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقفت عند كلمة يعمل عملا صالحا. لما استشهد أحمد منسي قال لي يا ماما هو ده أحمد منسي اللي كان حاضر فرح الاستشهاد. فبيقول لي أنا إن شاء الله هحصل. جالنا تليفون، التليفون ده غير حاجات كتير قوي. جيت قلت له عاصم هو انت اتنقلت 103؟ فقال لي اه. شرف الفقير الى الله عز وجل بلقاء العقيد اركان حرب عاصم، فسلم علي وقال معاك المقدم عاصم قائد الكتيبه 103 صاعقه. قلت كتيبه رامي حسنين ومنسي؟ وقال ادعي لي يا شيخنا نلحق بهم شهداء غير مبدلين. كان يقول ان دم اي واحد في الكتيبه بتاعتي في رقبتي، فانا الاول وهم بعدين. كنت ترى فيه التواضع الشديد، الوداعه الى الحد الذي تقول كيف سيحمل بندقيه، ثم يصف لي من بعض من كان معه أنه الأسد الهصور عندما يقتحم ويسبق رجاله ومجنديه ليتلقى ما يتلقى قبلهم. مرة سألني بيقول لي ماما النصر ولا الشهادة؟ قلت له هي الشهادة طبعاً. بيقول لي يا أمي ادعي لي بالثبات، لأن هي إن شاء الله يا أمي الشهادة بالأفرول والعلم. ولما استشهد صممت إن فعلاً الأفرول يبقى معايا، حبيته قدام ربنا معايا، الرصاصة جواه الأفرول معايا. وأكرمه الله سبحانه وتعالى أولا بأن قضى على من أطلق عليه الرصاصة قبل أن تفيض روحه، ثم أكرمه ففاضت روحه، تقبله الله عز وجل في الشهداء السعداء. وإن شاء الله أولاد يكونوا خير خلف وخير سلف. في مرة كده قلت لهم عارفين يعني إيه شهيد؟ قلت لهم يعني لما إنسان يحارب في سبيل الله، ناس شريرة جاية في أرضنا إحنا بنحاربهم عشان ما يأذوناش، عشان ما يدخلوش بيوتنا. بابا كان بيعمل ده. يوم الاستشهاد صاحبه قال لي أنا لقيته صاحي وشه منور وبيضحك. إيه يا أمير نازل أجازة ولا إيه يا عم ساقي؟ ألف مبروك بقى وخلاص، وانت مش هنشوفك تاني يعني خلاص، انت لما هتنزل أجازة هتتنقل، هتكون النشرة طلعت وهتتنقل، مش هنشوفك هنا في المنطقة تاني يعني. قال له لا خالص أنا مش رايح أجازة ولا نازل فيها، وضحك وخد بعضه ومشي. أنا والشهيد أمير كنا في مهمة القبض على بعض العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بمنطقة جبل المغارة، وبعد البحث والتفتيش والقبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة لاحظت إن في فرد بيحاول يتعامل علينا في منطقة التفتيش. طبعا اتعاملنا عليه وامير اتحرك بسرعه جدا بمجموعته لانه كان الاقرب ليهم. حصل التعامل واتعاملنا، وبعد التعامل امير اتاخر، لقيت عليه جدا فطلعت شفته يعني اتاخر ليه، فلقيت امير واخد ساتر وماسك سلاحه ورافع صباعه وكان استشهد. بتفتيش المنطقه اللي كان فيها الاستشهاد لقينا حفره فيها فرد تكفيري مستخبي فيها زي الفار، مش باين منها غير بس ماسوره البندقيه بتاعته. ميزناها واتعاملنا عليه وقضينا على العنصر التكفيري وخدنا سلاحه وجبنا حق امير. واحنا بنخلي جثمان الشهيد
حصل علينا تعامل شديد جدا، ردينا على التعامل وقضينا عليهم وخلينا بجثمان الشهيد، لان الجيش المصري ما بيسيبش الشهداء ودي عقيده عندنا. يوم 1/7 ترقى رائد، استشهد 2/7، فطبعا خد يعني الرتبه الاعلى، بس خد الرتبه الاعلى جدا عند ربنا. اخر اجازه دي جه قال لي، يقول انت عارفه انا عايزه اعمل حاجه للبلد دي. اقول له انت كلامك غريب، وانا انا تعبت منك، انزل كلم شوف صحابك ولا روح اي مكان. يقول لي بس انا انت عايزه تبقى ام البطل ولا ام الشهيد. كان بيقول كلام ما فهمتوش الا بعدين. في يوم 15/10/2017 الساعة 3 العصر حصل هجوم من العناصر الإرهابية في قطاع كرم الأواديس كمين بركان 8. الجندي المقاتل الشهيد البطل بشوي شهد عبد المسيح كان هو أول فرد أعلن داخل الكمين عن وجود وهجوم العناصر الإرهابية، وبدأ يردد بمنتهى القوة والحماس حرى السلاح. كان ميقن ومقتنع تماماً إن هو رايح ومقبل برجليه على الشهادة. بدأ إن هو يستخدم الار بي جي بتاعه وبدأ إن هو يضرب عربيات الدفع الرباعي للعناصر الإرهابية، وبالفعل قدر يصيب عربية فيهم كانت محملة بالذخائر والأسلحة والأفراد. زي ما قالوا زمايل وقع 5، وهو بيرجع راح ضربه طلقة جات له هنا في البطن، راح وقع وفضل يضرب الخزنة كلها على التكفيري اللي ضربه طلقة. بدأ الدعم البري يوصل بقيادة العقيد أركان حرب الشهيد البطل أحمد عبد المحسن، وبدأ يدخل علينا إثباته يا أبطال، وبدأ يكلم حتى الشهداء اللي تم استشهادهم، قوموا شوفوا انتوا عملتوا انتوا وزمايلكم. نقل للمستشفى واستشهد تاني يوم الصبح. دفنت ولا شفتوش. الإصابة الأولى أحمد كان ساعتها قائد قطاع كرم الأواديس، فساعتها قالوا إن في هجوم حصل على كرم الأواديس. نزل مستشفى الحلمية، وأول ما شفت أحمد بينزل من الإسعاف سليم أنا سجدت لربنا شكر. وساعتها مامتي بتقول له إيه، خلاص بقى يا أحمد شمال سينا بقى كده كفاية. فرح الضباط اللي حوالين أحمد الصغيرين، يا فلان هترجع الكمين إمتى؟ أسبوع وهكون هناك يا فندم. يا فلان هتطلع الكمين إمتى؟ 10 أيام وهكون هناك يا فندم. قال لها دول رجالة وأنا مش راجل يا ماما، لسه سينا عايزين. بدأ بقى في الأجازات وهو ماشي يطلع لي المسك اللي كان جايبه من المدينة معاه، ويقول لي يا رشا ده المسك اللي هيغسلوني بيه، أنا جايبه من عند النبي. وكنت دايماً أقول له ما تقوليش الكلمة دي. اللي كلمني قال لي حضرتك زوجة أحمد عبد المحسن. قلتها بكل فخر وما كنتش خايفة. فسكت. فقلت حضرتك سكت لي، هو أحمد اتصاب؟ قال لي لا خير، العقيد استشهد. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. بعد لما عرفت الخبر ساعتها ما كنتش قادر أصدق ولا قادر أستوعب إن خلاص كده. كنت حاسس إنها بقى أقوى من كده، بس كنت قوتي كلها كنت واخدها مني. جه في يوم بيوريني صورة واحد صاحبه بيقول لي شوف يما ده راح حج ونال الشهادة، شفت ربنا كرمه قد ايه، انا عايز ابقى شهيد. وهو ماشي اخر مره بيقول لي يما انا رايح مش راجع. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال يما انا عارف ان دي اخر مره بيني وبين، انا هقول الكلمه دي يما بس والنبي يما لازم تفتكريه. بقول له ايه؟ قال لي ما تبكيش عليا يما، ما تبكيش، انا رايح الجنه ما تخافيش. ما خفتش ولا قلت له ما تروحش. هو صح كان سند في الدنيا، بس عمل حاجة أفتخر بيها، عمل حاجة أتشرف بيها، لأن مصر تستحق السلام، مصر تستحق كل حاجة حلوة. لازم مصر تعيش في أمان، في الفردوس الأعلى يا ابني، ويجعل يا رب ابنك برضه يبقى بطل زيك. كل عيالنا للجيش، ده بالرب للجيش. قبل ما محمود يستشهد بشهر بالظبط كده، انا خرجت لقيت البياده على باب الشقه ومحمود بيصلي الفجر وهو لابس الاجره، فانا بصراحه شفته قعدت اعيط، حسيت ان ربنا بيوريني المشهد الاخير ليه.
والله. راح قال لي يا شادل انا المكان اللي انا فيه ده اتبنى بقطر دم الشهداء دول كلهم ضحوا بنفسهم عشاننا احنا وعشان بلدنا، وكل رصاصه كل شهيد خدا مكاننا احنا. اوعي تفتكري ان احنا اللي بنختار، انما الشهيد ده بيبقى صادق العهد مع ربنا، الشهيد ده بيبقى انسان كل الناس بتشهد له، الشهيد ده بيبقى انسان عارف ربنا. انا طبعا شايفاه بيوصف الشهيد، والله والله انا شايفاه بيوصف نفسه. وراح لبس البياده بتاعته وخد شنطته بصص لي وقال لي كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. راح بعت لي مسج، انا فخور بالولاد، فخور بيهم، فخور بماريا، فخور بكل اخواتها، وربنا يوفقهم في حياتهم واشوفهم دايما صالحين. قعدت فتره كبيره قوي بصحى كل يوم على صوته وهو بيقول فخور بيها وفخور بكل اخواتها، والحمد لله يعني ربنا يخليهم وربنا دايما يجعلهم كويسين وصالحين ويوفقهم في حياتهم كده ان شاء الله. جاء تليفون لبابا وقال لنا ان لله وان اليه راجعون، البقاء لله في محمود. حتى ادعي له واقول انا قلبي راضي عليك يا ابني. بعد كده بقى ابني يقول لي اطمني يا ماما، ماما ابنك شهيد اطمني. قلبي راضي عليك يا ابني اليوم دي، انا فخوره ان انت ابني. وبين الم الفراق بعد الشهاده وشعور الفخر بعد الرضا بالمكتوب، بيعيش الشهيد ويبقى جوه القلوب. هو فخر ليا والدنيا كلها والعيلته والبلده. دلوقتي هو مثل الأعلى وبحاول ان انا ابقى زيه. لما ولادي يقولوا لي فين بابا اقول لهم باباكو بطل. هو بطل وانا بحبه جدا جدا وعمري ما انساه. أنا وولادي كلهم في ده مصر. الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم، كل كلمة تتقال كلمة طيبة، كلمة رائعة. مستعدين ونقدم أكتر. والأب يقول لي وأنا كمان كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد. سلاما وعرفانا عليك يا حبيب الوطن، يا شهيد الفدا، يا من نزفت دما طاهرا لتنبت أزهار الأمل في أراضينا.